في فيلم سينمائي أراد المخرج أن يعزز لغة الانتقام، فجاء كاتب السيناريو بثمانية أسئلة لزوجين يعشقان بعضهما البعض، والجائزة بالملايين. سارع الزوجان إلى المسابقة، وما أن بدأ السؤال الأول حتى فازا به، حتى حصل على أول دفعة تحت الحساب. وفي كل سؤال يكشف جهاز الكذب كذبهما أو صدقهما. في نهاية المسابقة كشفت حقائق ما بين الزوجين، جعلتهما يكتويان بنار الفضائح والحقد والأسرار الدفينة. يا حبذا لو أن مسؤولا يأتي لنا بجهاز كشف الكذب، وتكون المليارات المسروقة هي الجائزة. وخمن أنت أيها المشاهد الكريم، كم مسابقة سيخسرها بعض المسؤولين، وكم جهاز فحص للكذب نريد؟ والعراق يريد جهاز فحص الكذب بحجم الخسائر والفضائح والدسائس.